اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة الادوات المنزلية الحديثة. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا جدا جدا، هنشوف من خلاله مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة والافكار والحيل والمنظمات والاجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد. هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والأدوات المميزة جدا والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنهم، وطبعا هقول لكم وأعرفكم إزاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة بشرحها لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو انت اول مره بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، اتمنى انك تنضمي لينا وتعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناه ان شاء الله. ولو الادوات اللي في الفيديو دي عجبتك، اتمنى انك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والادوات اللي موجوده معانا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. بعد كده عندنا منظم البقاليات الدوار ده، والمنظم ده بيجي معاه اداة تثبيت تقدري ان انت تثبتيه عليها بكل سهولة وتنظمي فيه الرز والسكر والدقيق ومختلف انواع البقاليات اللي بتكون عندك. وطبعا زي ما انت شايفة كده استخدامه بيكون سهل جدا. بعد كده عندنا اداة تقطيع البطيخ بالشكل ده، وهي بتكون مصنوعة من الفولاذ الغير قابل للصدأ، تقدري تقطعي بيها البطيخ كده بكل سهولة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الليفة السحرية دي، تقدري ان انتي تنضفي بيها المواعين والحلل والطاسات، بتشيل معاكي اصعب الدهون وتقدري تحصلي من خلالها على افضل نتائج التنظيف. بعد كده معانا غطا المكيف ده، وهو بيساعدك جدا على حل المشاكل الصحية اللي بيبقى سببها الرياح او الهواء المباشر اللي بيكون جاي من المكيف عندك، وطبعا الغطا ده بتركبيه بكل سهولة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من القطع العازلة للحرارة، تقدري ان انتي تشيلي وترفعي بيها اي حاجة سخنة بتكون موجودة عندك. بعد كده عندنا آلة صنع الفشار في البيت، بتعملي منها الفشار من غير زيوت او اي مواد دهنية، وبتكون جميلة قوي في البيت وسهلة جدا في الاستخدام. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من القطع العازلة للحرارة اللي تقدري تستخدميها تحت الحلل او الصواني اللي بتكون سخنة، وطبعا تقدري ان انتي ترفعي بيها الحلل وتقدري ان انتي تغسليها وتنضفيها بكل سهولة. وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظمات التوابل دي، وهي بيجي مع كل منظم منها قطع كده بتساعدك انك تثبتي المنظم عليها عن طريق المغناطيس، وطبعا تقدري ان انتي تخزني في المنظمات دي مختلف انواع التوابل البودر اللي بتكون عندك. وزي ما انت شايفة كده طريقة استخدامها بتكون سهلة جدا. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الكبة الصغيرة دي، وهي بتشتغل عن طريق الشحن، يعني مش هتحتاجي تستخدميها وهي متوصلة في الكهرباء، وزي ما انت شايفة معايا كده تقدري من خلالها تفرمي الثوم والفلفل، وطبعا ميزتها انها بتكون صغيرة يعني تقدري تاخديها معاكي في اي مكان. وبعد كده معانا سلكة المواعين دي، وهي بيبقى فيها جزء مخصص تقدري انك تضيفي فيه سائل التنظيف، وبعد كده بتضغطي عليها وتبدأي تنضفي بيها الحلل والطاسات او الاطباق، وبيجي معاها حامل تقدري تثبتيه جنب الحوض عندك. بعد كده عندنا الآلة دي، وهي بتكون مخصصة لسلق البيض، استخدامها بيكون سهل جدا، وهي بتكون دورين وبتشيل معاكي حوالي 14 بيضة. وهنا بقى عندنا حصيرة مصنوعة من السيليكون والقماش، طبعا عندها قدرة عالية من امتصاص المية والسوائل، تقدر ان انت تصفي عليها الاطباق والمواعين بعد ما تغسليها.
بعد كده معانا الشبكة دي، تقدري ان انتي تثبتيها عندك على حوض المطبخ وتغسلي او تجففي عليها الخضار او الفاكهة، وكمان تقدري تستخدميها كمصفى للأطباق. وهنا عندنا أداة تثبيت، وهي بتكون مخصصة لتنظيم فرش الأسنان ومعجون الأسنان. بعد كده تعالي شوفي معايا باسكت المكتب. الباسكت ده عبارة عن سلة للنفايات بس بيكون شكله كيوت كده، تقدري تثبتيه على المكتب او الكومودينو او رخامة المطبخ. وبعد كده معانا الطبق المقسم على 6 اطباق بمصفى، تقدري ان انتي تستخدميه مثلا في الوقت اللي بتعملي فيه الاكل وتجهزي فيه كل الخضار اللي هتحتاجيه وانتي بتعملي اكلك، او ممكن تستخدميه كطبق تقديم للفاكهة او الخضار زي الجرجير والخس والبصل. بعد كده عندنا المكوى اللي بيكون فيها جزء مخصص تقدري تضيفي فيه المية، وهي بيكون وزنها خفيف وعملية جدا، تقدري تكوي بيها اي حاجة انت عاوزاها وبتساعدك تحصلي على افضل النتائج اللي انت محتاجاها. وبعد كده تعالي شوفي معايا الجهاز ده، بيساعدنا على سحب الهواء اللي موجود في اكياس حفظ الطعام، وبيساعدنا على تنظيم واستغلال المساحات جوه التلاجة او في الفريزر. بعد كده هنا عندنا مجموعة من أقماع أو من مصافي المطبخ، وهي بتيجي ب3 أحجام مختلفة، وهي مصنوعة من البلاستيك. بعد كده عندنا مقص الخضار اللي بيساعدك تقطعي بيه الخضار زي البقدونس والكزبرة أو الشبت، وتقدري ان انتي تقطعي بيه الفلفل بطريقة بسيطة جداً. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا قطعة تشكيل العجين دي، وهي بتبقى على شكل وردة او شكل زهرة. طبعا تقدري تحشي العجينة بمختلف الحشوات اللي انتي بتفضليها، وبعد كده تفرديها على شكل دائري وتثبتيها على اداة التشكيل دي وتشكلي العجين بيها بكل سهولة. هنا بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا قطعة الخضار والفاكهة. طبعا بيجي متوفر معاها كذا شكل من اشكال التقطيع، وطبعا تقدري تبدلي الاشكال دي على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها. غير كده القطعة دي كمان بتحتوي على مصفى تقدري تغسلي فيها الخضار بعد ما تقطعيه بكل سهولة، يعني هي بيكون ليها كذا طريقة في الاستخدام. والقطعة دي بيجي معاها قطعة تقدري تمسكي بيها الخضار وتقطعيه بكل سهولة. وهنا معانا اكياس التنظيم دي، وطبعا الاكياس دي بيكون ليها غطا تقدري انك تفتحي وتقفلي الاكياس دي بكل سهولة، وطبعا تقدري انك تنظمي بيها الرز او البقوليات او الدقيق او السكر. بعد كده عندنا منظمات صغيرة تقدري تثبتيها عندك في الحمام او في المطبخ وتنظمي عليها فرش الاسنان ومعجون الاسنان، او تقدري تنظمي عليها الشوك والسكاكين في المطبخ. بعد كده تعالي نشوف مع بعض قطعة الخضار ال4 في 1 الكهربائية، تقدري من خلالها تقطعي وتفرمي مختلف الخضار واللحمة والفراخ، وكمان بيجي معاها فرشة خاصة للتنظيف، بتبقى عملية جدا وسهلة في الاستخدام. بعد كده عندنا المنظم ده، تقدري تثبتيه عندك في دولاب المطبخ او على الرخامة وتنظمي عليه الزيوت او الصوصات او التوابل، وبيخلصك من كركبة وأدوات ولوازم المطبخ. بعد كده معانا سلكة المواعين دي، وهي بيبقى فيها جزء مخصص تقدري انك تضيفي فيه سائل التنظيف، وبعد كده بتضغطي عليها وتبدأي تنضفي بيها الحلل والطاسات والأطباق. ودلوقتي احنا شفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والأدوات الحديثة والأجهزة المنزلية الذكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد.
وهي في الحقيقة أدوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت. وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الأدوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة. كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الأدوات اللي هتتعرض في الفيديو ده وتقدري ان انتي تعرفي ايه هي الحاجة اللي انتي محتاجاها لبيتك ولمطبخك. وهقولك دلوقتي ازاي تقدري تحصلي على المنتجات والأدوات اللي شفتيها معايا في الفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. ولو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك أتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك. ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدري ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن. ولو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك أتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك. ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدري ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن. ولو عايزة تشوفي أدوات منزلية جديدة وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله. ودلوقتي بقى بعد ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والأدوات اللي محتاجاها في بيتك أو في مطبخك. وهقولك عن الطرق اللي تقدري ان انتي من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة. تقدري ان انتي تجيبي المنتجات دي بثلاث طرق وطبعا تقدري ان انتي تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انتي بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة لو انتي عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انتي تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكسبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها. لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف. اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه. يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن لفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني. فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متواجدين فيه. بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكو او تحللكو مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام. وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات. وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مش زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها. وعاوزة اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا. بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كارفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس. بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر ان هو يوصل لها بكل سهولة. وبس كده ده كان فيديو النهاردة. اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم. ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك. ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليكي في اقرب وقت. اسيبكم في رعاية الله.